السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويا مرحبا وسهلا، وسعدتم مساء في هذا الوقت الجميل اللي أنا قدرت وحصلت فرصة أني أنا ألقي كلام بسيط لكم اليوم إخواني المتابعين. أنا طبعا فضلت أني أنا ما أعمل محتوى في هذه الرحلة والكلام اللي أنا بوصل لكم إياه عشان أطلع الكلام من أعماق قلبي. يعني الكلام اللي أنا بوصله لكم إياه ممكن يكون بس محتوى بسيط أنا كاتبنه، ولكن الكلام بطلعه من قلبي لكم أنتوا عشان تسمعونه في من خلال هذا البودكاست. بداية طبعا يعني أنا في أول بداية طبعا أول بداية أشكر الفريق العمل اللي كانوا موجودين والقائمين في هذا في هاي الأكاديمية، أكاديمية فوكس، واللي الحمد لله الله ملك الحمد يعني مرت عليه الأيام بشكل سريع جدا، وما كنت أتمنى تخلص صراحة. ليش؟ لأن الأجواء رغم بساطتها ورغم سهولة وصول المعلومة عندهم، رغم تعاون كل الفريق اللي موجود هني، قدرت أنا الحمد لله أني أحقق كل الأشياء اللي أنا باها والفكر اللي أنا بوصل له من خلال وجودي في هذا المكان. طبعا شكري موصول للفريق العمل بشكل كبير، ورغم أنه سهرناهم معانا لحد الساعة 10 ممكن لحد الساعة 11، فمحتواي اليوم وياكم انتم بتكلم في اجزاء بسيطه، ما بطرح محتوى جديد، ولكن بتكلم عن تجربه هذه ممكن الكثير من الاخوان مهم جدا يستفيدوا منها. والهدف منها اني انا يوم بتكلم عن هذا الشيء ابغي الناس لما تقدم على فكره معينه او تقدم فكره معينه في بالها وتبغي تسويها بشكل كبير، لازم تدور وتبحث بشكل افضل وين المصدر الاساسي اللي انت تقدر تستفيد منه من خلال تطوير الفكرة اللي أنت تبغي توصلها. النقطة الأولية طبعا إذا تكلمنا عن جزئية رئيسية بتكلم عن أصدقاء الدورة. يا سلام على أصدقاء الدورة اللي كانوا جدا مميزين وياي وكانوا جدا متعاونين. طبعا أول ما تدخل الكلاس وتشوف مجموعة من الناس مختلفة الجنسية، كانوا مختلفين الأعمار، ما تعرف شو خلفية هذه الناس اللي موجودين. يعني ممكن أنا أتوقع واحد يكون فيلسوف، واحد يكون خبير، واحد كذا. يعني دورة مو بسيطة صراحة، دورة مو بسيطة، وأصلا الأكاديمية مش بسيطة. فلذلك بدخولي للمكان اللي أنا شفت فيه الجروب أول بداية، فكانت نظرتي لهم نظرة جميلة جدا. ليش؟ لأن حسيت أن فيهم نوع من الطيبة وتبادل الابتسامة بشكل جميل، وهذا اللي خلاني أنا أكثر متمسك في المكان اللي أنا باشتغل فيه. طبعا مرينا في لحظات جميلة، سوالف وضحك مع فريق العمل اللي كانوا موجودين اللي مشتركين معي في نفس الكورس، وكنت جدا مبسوط. بفصل لكم إياهم بالتفصيل. طبعا أول شخص ممكن أتكلم عنه الأستاذ طارق. الأستاذ طارق من الناس اللي متميزين جدا وعنده فطنة وذكاء في إيصال المعلومة بشكل متميز، وجاي يطور من فكرته ومفهومه للبودكاست. فبنظرتي له حماسي الحماس المستمر بشكل كبير، هذا الإنسان متميز. أول بداية في حضوره وانصرافه، شخص محافظ على كل النقاط الرئيسية اللي ممكن المدرس أو الشخص اللي ياسي وصلنا المعلومة يحاول يركز معاه بشكل كبير. وهذا الشخص شيء طبعا نوع يعني شيء مميز في هذا الريال، رغم كبر سنه، رغم أنه هو يعتبر أكبر واحد موجود فينا يعني، بس قلبه أطيب واحد وألطف واحد موجود يعني. إذا تكلمنا عن الأستاذ مصطفى، طبعا الأستاذ مصطفى يعني يتميز بشيء صعب أي واحد يقدر يعني يحصله، اللي هو الصوت الرنان. الصوت مو من الحنجرة، من المعدة طالع من الحنجرة إلى 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 أذنك على طول. فكان صوته جدا متميز. هذا الشخص يعني عنده مهارة في الصوت، مهارة جميلة جدا، وهذه هي اللي ميزته بشكل يعني بشكل كبير عنا نحن. الشيء الأساسي طبعا طلعت عنده مهارة جديدة انه يكون مخرج، وصوته ركب مع المخرج، يعني صوته مع إخراجه استوى يعني خلاص كامل مكمل في هذه العملية، يعني مع الصرخة مع الإيحاءات. لا إنسان متميز. إبراهيم طبعا من الأشخاص اللي هو يقول انه كوميدي، ولكن طفولي، إنسان طفولي. كيف طفولي؟ براءة فيه وجدا إنسان محترم، وشكل الشمس أنا دائما أقول الشمس واخذها منك حتة كبيرة يعني، فعمل البرونزاج فيه بشكل مميز وخلت إنسان يعني في قمة اللطافة. أنا أول ما أشوف واحد تضرب الشمس يكون فرحان، فهذا يينا وهو مضروب من الشمس طول اليوم، يعني من الصبح لحد ما تغيب الشمس هو في الشمس، فيومي
يا حرام يعني يكون جدا مبتسم ويوزع ابتساماته علينا ونحن جدا فرحانين بوجوده. ففعلا كان يعني له طابع جميل وطيبة خاطر موجود. يعني الأستاذة نورس من الشخصيات المتميزة شكلا وقالبا ومضمونا، وصراحة أنا تفاجأت فيها بغزارة المعلومات اللي موجودة فيها وحفظها لجميع المعلومات بشكل كبير، وهذا الشيء اللي خلاني أنا لفت انتباهي ويعني حببني في أشياء طلعها بشكل مرتب ومنسق ومتسلسل بقصص وفنيات جميلة. فهاي ما شاء الله من الناس الشخصيات اللي كانت موجودة وأثرت علي أيضا فعلا. أيلة المحللة النفسية الفسيولوجية، وفي الأخير عرفنا الأستاذة أيلة شو تبغي بالضبط في رحلتها هاي كلها. والحمد لله يعني أعتقد هي نحن استفدنا من أفكارها. هي كان فكرها صراحة وايد عالي علينا، وايد عالي. نحن حاولنا نفهم شو تبغي بالضبط ما فهمنا، بس في آخر يوم فهمنا الأستاذة أيلة شو تبغي بالضبط. وأتمنى إن شاء الله ما نسيت حد. إيه طبعا خصصت رسالة كبيرة وجميلة للأستاذ أمل بن شيخان اللي كانت شريكة ويانا في ثاني يوم من حضورنا للدورة. تفاجأنا في وجودها، توقعنا يعني توقعت لها شخصية فيه لها شيء أسرار وايد وراء، ولكن ما قلنا لا خلها تجلس وبعدين بنشوف الأسرار. فطبعا احنا انا من الاشخاص اللي احب احلل الاشخاص اللي موجودين حولي، اللي عندي خلاص خلصت يوم، بس باجي هالشخصية المتميزة. فاجأتنا في لحظة من اللحظات أن طرحت موضوع وطرحت يعني منظومة هي تشتغل عليها اللي هي البودكاست الوصل. فأثارتني هاي الفكرة. طبعا الإنسانة طلعت يعني لا هذه بحر كبير وعندها أشياء كبيرة وأمور وصوت وإعاز ودخول وخروج في الفكرة والمعلومة. فهاي من الأشياء اللي أثارتني خلتني يعني هني أنا مثل ما تقولون رديت الكرسي على وراء، ابتسمت قلت الحمد لله حصلت هاي الإنسانة اللي أنا متوافق معها في نفس النمط ونفس الفكر ونفس المضمون اللي أنا أبوصل بالرسالة. كل حد من الموجودين كان له دور وياي وأثر علي، ولكن الأخت أمل كانت يعني أكثر مؤثرة بحكم أنه نفس المجال اللي نحن ياسين نفكر فيه هدفنا واحد، ومربط الفرس اللي أنا بربط فيها الفرس مالي هي نفس المكان اللي بتربط الفرس فيه. فلذلك يعني إن شاء الله يكون مع اللي وياها تعاون في الفترات الجاية. طبعا ما بتكلم عن ما شاء الله إناقتها وابتسامتها اللي دائما تعطينا دافع الحمد لله في كثير من الأمور. طبعا أنت لما تحصل في الكلاس كل شخص يكمل بعض فينقص شيء، هي اللي ما شاء الله عليها تغطي وتكمل معانا، ونتمنى لها كل التوفيق. طبعا برجع وبتكلم، طبعا أنا تكلمت عن فريق العمل اللي كانوا موجودين وياي اللي كانوا في الكلاس، وكنا تيم واحد وطلبة ونشتغل مع بعض. ني عند الأشخاص اللي فعلا أثروا علي في هاي الأكاديمية، كل الشكر. طبعا أرد وأرجع الكلمة كل الشكر لفوكس أكاديمي اللي هي طرحت هذه الفكرة، وشكرا للأشخاص اللي أقنعوني أني أنا يعني أدخل هاي الأكاديمية وأتعلم فيها وحبيتها الأكاديمية. ما أذكر لكم طبعا أول بداية فريق العمل اللي دربنا، وهذا هذيلا مثل ما يقولون من علمني حرفا صرت له عبدا، وأنا أقول لهم يعني فعلا صرت أخوان وأكثر من أخوان وأساتذة في هذا المجال. وإن شاء الله أنتوا الأساتذة وأنا إن شاء الله بكون بروفيسور عليكم. المهم في البداية طبعا التقينا مع الأستاذ عمار. الأستاذ عمار من الشخصيات المميزة الصراحة اللي لما تشوفها تقول أنا يا ليتني مثله. فعلا شخصية متميزة، تتكلم بغلاباقة، تتكلم بدون أي مرجع، بواقع من خبرة، كأن الشاشة قدامه ويقرأ منها بشكل متسلسل ومنمق وجميل. فجميل الواحد يتعلم منه، وجميل الواحد يكون صديق له ورفيق في طول الوقت. صراحة يعني يصعب الكلام يعني، وبس جانا ممكن ساعتين أو ساعتين ونص، ساعة ونص شرحنا شيء بسيط، وهذه أصبحت عندي قواعد خذيتها من عنده وخليتها في بالي وابتديت أمشي عليها في عدة أمور. يدي بعد ذلك الأستاذ شادي من الناس المتميزين، وتفاجأنا بالمحصلات اللي هو ما شاء الله عليها حاصل عليها واسترساله في جميع الأمور وشرحها لتفاصيل كثيرة لنا. صراحة ما قصر بشرحها وأداءه
ودافع اللي كان عنده دافع انه يخلينا ننمي مهاراتنا في نفس اللحظه. يعني لا نموا مهاراتكم، تفاعلوا معي، حركوا معي. فهاي من الاشياء الصراحه اللي انا احبها، احب الشخص المحاضر مفاعل، ما يملل الجماعه، ما يخلي. صراحه انا ما مليت لا في محاضره الاستاذ شهاب عمار شهاب ولا في محاضره الاستاذ شادي، فكانوا لهم يعني اثر كبير صراحه، ركبوا لي معلومات كنت انا مختفي عنها. ني عند الاستاذ الكبير والشخص اللي نحن طبعا جايين عشان نتعلم الفنيات الخطيره، الاستاذ محمود جمال. استاذ محمود جمال انا اوصل لك رساله جميله، يعني من هني لحد الشاشه هاي الموجوده، وانا عارف انك خلف الشاشه وبتشوفني وتسمعني، وعارف حترجع الكرسي على ورا وحتعاوز تسمع الكلام الحلو. استاذ محمود انت صراحه شخص مميز صراحه، وبدون مجامله في شرحك، في استيفائك للمعلومه، رغم صغر سنك لكنك شخص صاحب ذهن كبير. انا اتخيل، قلت لك انا تخيلتك اول مره لو تتذكر، انا كنت في الغرفه الثانيه فكنت الاحظك وراقبك، فشوفك انت ماسك كذا نفسك وتفكر وداخل في عمق، واشوفك يا ستحل يعني داخل كانك انت عايش مع الانيميشن اللي موجود في الشاشه، هاي الشاشه اللي موجوده انت عايش معاها، كانك تسبح معاهم، كانك انت داخل معاهم مثل الافاتار داخل وداخل، كانك تصلح يعني شغال بتصلح في الاشياء اللي موجوده داخل. فوايد عجبتني شخصيتك، جدا جميله في استرسالك، في تركيزك فيها، فالاموشن هذا اللي اخذته حبيته منك، فعلى طول خليتني اتجرأ اني اوصل لحد عندك وقلت انت شو تسوي، شو تعمل انت، وين مو كانك مش موجود معانا داخل. فضحكت فقلت لي لا استنى على نفسك حتشوف كل حاجه، ففعلا شفنا كل حاجه. انا عندي كاميرا من 2013 لحد دلوقتي ما اعرف شو اعملها، اعمل ازاي الزوم ولا، علمتني اياها في اقل من نص ساعه. فتح لي مجال كبير في كيفية أني أنا أتصرف وأتعامل مع الميكروفون، وأتعامل أيضا مع البودكاست بطريقة فنية، وكيف أمنتج المسألة بطريقة فنية وجميلة، رغم أنها كل يوم كنا جدا تعبانين، لكن حاولنا أن نسحب معك كل حاجة، لكن إن شاء الله بيكون لقاء آخر، يعني ما بنوقف عند هذا الحد. وأتمنى أن طبعا الأخوان اللي كانوا موجودين، طبعا نسيت واحد مهم جدا بعد، الاستاذ أنس أظني، أنس أعتقد أنس ما ذكر، إن شاء الله ما أكون نسيت اسمه زين، بس هو دكتور الصوت يعني شيء المميز في هاي الأكاديمية، يجيبوا لك واحد دكتور متخصص للصوت، كيف تطلع الصوت من وإلى. فيعني فوبيا جلستنا هذا اليوم صراحة، يعني في كيف نحن نتكلم، كيف نطلع الصوت، يعني أنا كنت أطلع الصوت من خشمي، ولكن هو خلانا نطلع الصوت من الحنجرة مع ضغط على المعدة، كيف ما أدري، المهم وصلنا هاي المرحلة، يعني وصلنا للمرحلة أني أنا أوصل الصوت لكم اليوم وتسمع صوتي بكل وضوح بكل أريحية. نبرات الصوت مع تدريب ومع مخرجات جميلة توصل بشكل مميز. وطبعا إذا أنا تكلمت، أول شخص أتذكره في هاي الأكاديمي أول ما فتحت الباب أمجد، تخيلوا انتوا تبطل الباب السلام عليكم، عليكم السلام، انت امجد، انا فلان فلاني، قال لي نعم انا امجد. فصار من الشخصيات اللي انا اول يعني انا ذكرت فوكس اكاديمي اول ما تدخل لازم تحصل هذا الشخص موجود يعني. فايضا من الاشخاص المرحبين والمسؤول يعني اللي ساهم مساعدونا ايضا في عده امور فنيه كانت داخل موجوده في الاكاديميه. هذا باختصار لفريق العمل والاستفادة اللي أنا استفدت فيها في هاي الأكاديمية. الاستفادة الرئيسية اللي أنا اليوم استفدت فيها، أنا كنت حاط هدف أني أنا أدخل تلميذ في هاي الأكاديمية، ما بدخل أنا راشد اللي عندي برنامج، وما بدخل أنا راشد اللي في منصب كذا، ما بدخل أنا راشد في أي شيء، ما أذكر شيء، أدخل من هذا باب، من باب الأكاديمية أعتبر نفسي طالب وكأني في أيام الثانوية العامة. فهذا الشيء اللي ساعدني أني أنا أتعلم صح، ما تكبرت على التعليم ولا تكبرت على الناس الموجودين هني، ليش؟ عشان أستفيد وحصل الفائدة بالطريقة الصحيحة. استفدت من كل شخص موجود هني، حتى طارق العام اللي يشتغل يعطينا شاي في هاي، استفدت منه أشياء وايدة وحبيت حركته واهتمامه في المكان وبكل شيء. تخيلوا من أصغر شخص لأكبر شخص استفدت منه في هذا المكان. دائما الإنسان يحط هدف عنده، إن عندك فكرة تبغى تطورها، الفكرة اللي تبغى تطورها لازم توصلها الحل
وطرق أفضل من خلال وصولك للشيء الصحيح بالقواعد الأساسية اللي تتعلمها. ما بتتعلم هذا الشيء إذا أنت مثلا في مجال الميديا، ما بتتعلم هذا الشيء بالطريقة الصحيحة والتأهيلية إلا بوجودك في فوكس أكاديمي. هذه مو بدعاية، أنا ما أمنشن على الموضوع على أساس دعاية، ولكن أنا عرفت قيمة المكان وعرفت قيمة الناس اللي موجودين وحرصهم لإيصال المعلومة، لدرجة أن نحن كنا موجودين في هذا المكان لحد الساعة 11 بالليل، وما أعتقد في مكان ثاني يعني يسمح بهالشيء، يعني يخليك لحد الساعة 11 بالليل. ولا ولازيدكم من الشيء المميز في هذا الشيء أن الأشخاص اللي موجودين حريصين، ما يخل يعني ما في مجال تسوي كذي، لا على طول فهمت ويعيد لك الدرس. هاي الشيء المميز وهذا الشيء اللي يحببك في العمل كله وفي إيصالك للمعلومة. مثل أنت الشخص يوم أنحن في مجال الرياضة والتدريب، إن عندك هيك تشترك مع مدرب مهتم يحسسك بالتمرين ويحسسك بالاهتمام ويحسسك فيها، مو في يوم ويومين ثلاثة، لا مستمر معك، قلبه عليك، يعني حرك كذا، عمل كذا، صرف كذا، اطلع كذا، انزل كذا، معاك بلا. وغير عن مدرب يقولك يسوي لك الحركة والمرة ويخليك ويجلس يلعب في الموبايل، هذه الحقيقة اللي نحن نشوفها بعض الأحيان. فتعلمنا كل شيء في كل ما يتعلق بالبودكاست، والحمد لله اليوم نحن في مشروع التخرج، وأنا في مشروع التخرج حبيت أني أنا أسترسل في الكلام وأسوي المشروع مالي بهالطريقة. ليش؟ لأن صراحة أنا عندي وايد محتويات أقدر أتكلم فيها، ولكن حبيت أركز محتواي في أقول وأقول في محتواي إنه كلام من القلب، وهذا الكلام من القلب يعني بدون أي قواعد أو أشياء معينة، بدون حتى ممكن صفحة تتبدل، بس مجرد أشياء بسيطة تذكرني كترحيبية وما أكون نسيت حد من الأخوان اللي موجودين. طبعا بندخل في نقطة مهمة جدا، وأتمنى إن شاء الله يعني هاي بيني وبين الأخوان اللي موجودين في فوكس، هناك تحدي للأشخاص، يعني الأشخاص اللي يحبون يشتركوا في هاي الأكاديمية عندهم تحدي، فعلا عندهم تحدي. التحدي شو هو؟ خاصة التحدي للناس اللي عايشين بعيد عن هاي المنطقة. هذه المنطقة أصبحت منطقة حيوية فعلا، وأصبحت منطقة أعمال وكل شيء. فالمشكلة الوصول لهاي المنطقة مو بالسهل، هذا واحد. اليوم أيضا الأكاديمية أعتقد اليوم يعني عدد الأشخاص المشتركين فيها أشخاص كثيرين، فالمكان محتاج تطوير. وأنا يعني هاي رسالة أوجهها للأصحاب الفوكس، أن فعلا المكان محتاج تطوير، مش في الأشخاص أو في المعدات أو لا لا لا، محتاج تطوير من ناحية اهتمام باكر، بيكون عندك اهتمام كثير من الناس. وأنا أتوقع لو أنا يعني لو مجموعة من الناس يوم صوروا هذا المكان، في ناس فاقدة محتاجة تستفيد من الدورات هاي، فمحتاجة تستفيد بالدورات هاي، فلازم باكر تحضر نفسك للسنة أو سنتين أن يكون عندك مكان أكبر أفسح تقدر تشتغل فيه بأريحية أكثر. هاي النقطة المهمة اللي أنا بوصلها. وأيضا صعوبة وصول للمكان، المشكلة اليوم في ناس كثيرة بتحب هذا المكان وبتعشقه وبيكون لها ولاء له ويبغون يستمرون بشكل مستمر لتطوير مهاراتهم، ولكن في أشياء تحد المهارات، تحد الوصول لهذا المكان. فسهولة وصول المكان تفتح باب أكثر وتعطي أريحية أكثر في الوصول لهذا المكان. يعني أنت اليوم ما توصل وأنت تعبان، يعني منقهر من موقف، يعني من موقف السيارة ما بتحصل مثلا، منقهر من لفت مثلا صعب أنك توصل بسهولة، منقهر من مكان مثلا في ضيق مثلا العدد كبير من الدورات. أيضا أنت كأكاديمية أكيد بتواجه باكر ناس أشخاص كثيرة بتجيك ومحتاج أنت هالأشياء، لأن أنت اليوم توصل رسالة، والرسالة مالتك لازم تكون لها بيئة محيطة مناسبة جدا. فمحتاجين اليوم نحن نطور في هذه الأكاديمية، وكلنا دعم، أفكارنا إن شاء الله توصل لكم وتدعمكم، وتقدرون تحللون هالأفكار وتحطون النتائج اللي إن شاء الله تطور من هاي الأكاديمية. وأنا أقول لكم أنا يعني أنا أعتبر واحد من أفراد هذه الأكاديمية، وإن شاء الله يكون نتعاون دائما وياكم. في النهاية أنا أحب أشكر كل الأخوان اللي دربونا ودرسونا وأشرفوا علينا واستقبلونا في هذا المكان، وأيضا التيم اللي كان موجودين وياي والأخوان اللي موجودين، رسالة شكر لهم خاصة.
وأتمنى إن شاء الله أننا نلتقي في دورات أخرى وتكون دورات جديدة وتكون لها أبعاد ثانية وأفضل من هاي الأبعاد، وني إن شاء الله نتأسس إن شاء الله في أماكن في أشياء نحلم فيها أن نكون في هذه الأكاديمية إن شاء الله وياكم. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.